وتوتروا لي رجلي اليمنى. في وقت سابق التقيناه فتحدث عن أوجاعه بعد أن أصيب في حي برباشة وبترت ساقه. دعي ما أجداري من الشكر. واليوم وجدت الرسالة التي كان يطمح لتوصيلها عبر شاشة التلفزة طريقها، ليكون محمد ضمن العشرات من جرحى المحافظة في رحلة العلاج إلى الجمهورية التركية. أشكر الحكومة التركية لأنها ساعدت الجرحى بالعلاج. بهذه الكلمات يعبر الطفل محمد باسم عن سعادته بالرحلة العلاجية إلى خارج اليمن. عام كامل ظل محمد يصارع فيها آلامه ويطمح بمن يعوضه عن ساقه المبتورة. أنا الآن مسافر إلى تركيا عشان أرجع أدرس. لطالما انتظرنا هذه اللحظة من وقت طويل، والحمد لله توفقنا، وإن شاء الله نروح نسافر نركب رجول نرجع نمارس حياتنا كما كنا من قبل وأحسن إن شاء الله. سيتم اليوم تسفير 154 جريح و42 مرافق لهم بإضافة إلى الفريق الطبي المرافق، وأيضا سيكون هناك إن شاء الله سبحانه وتعالى دفعة أخرى بالتنسيق مع الأخوة في تركيا لعدد 170 جريح. تبذل السلطات المحلية في تعز جهودا مضنية من أجل العمل على تخفيف معاناة هؤلاء الجرحى وغيرهم، ومحاولة إيجاد طرقا لتسفيرهم لتلقي العلاج، خصوصا مع تدهور الأوضاع الصحية في المحافظة. هذه هي الدفعة الأولى والتي يبلغ قوامها 156 جريحا يستعدون للسفر إلى خارج البلاد من أجل تلقي العلاج. فهل سيكون هنالك دفعات جديدة حيث ما تزال تشهد المحافظة حربا واسعة وقصفا على الأحياء السكنية مما يتسبب في سقوط قتلى وجرحى شبه يومي؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.